السلام عليكم البنات، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم البنات جيتكم فيديو جديد بوصفه جديده. اليوم غادي نحضر معكم دانات المنزلي اللي بمكونات بسيطه ومكونات اقتصاديه اللي متواجده في كل بيت مغربيه. المهم البنات، هاد المقادير هادو كيخرجوا 5 يترو بالضبط. يتبعوا البنات المقادير مضبوطه وغادي يخرج لكم 5 يترو ديال الداناب بالضبط. وهنايا البنات غادي نخليكم مع المقادير وطريقه التحضير. غادي نحتاج البنات، عندي هنا 2 كيسان ديال حليب غبره، 2 كيسان، عندي 2 علب ديال دانون، ديروا نكهه اللي بغيتوا. غادي ندير هذه ديال البنان والاخرى ديال الفاني. كنت باغي ندير بزوج ديال البنان، لقيت عندي غير وحده وزدت وحده اخرى ديال الفاني. نتوما ديروا اي نكهه بغيتوا. عندي زلافه ديال السكر سنيده، عندي 15 غرام ديال خميره الحلويات، هذه فيها 15 غرام اللي غادي دير الخميره ديال المغرب، دير زوج صاشيات. عندي 2 يترو ديال الماء بارد، هنا 2 يترو ديال الماء بارد. وعندي هنا في الكوكوت 3 يترو ديال الماء طايب، 2 يترو ديال الماء بارد و 3 يترو ديال الماء يكون طايب. غادي نوضع الحليب غبره في الماء بارد بحال هكا. غادي نخلط مزيان بالطراب اليدوي. نخلط مزيان، من بعد غادي نزيد سنيده اللي هي زلافه. ونخلط مزيان، غادي نضيف 2 علب ديال دانون. ثم ديروا النكهه اللي بغيتو، نتوما الاحسن كيجي بالفاني ولا بدانون ديال البنان. غادي نضيف العلبة الثانية ديال دانون. صافي، غادي نخلط مزيان داك دانون. ثم الى عندكم شي اناء كبير ديرو فيه. نضيف شوية باش ما يتزلعش ليا. ثاني غادي نضيف ديك الخميرة للحلويات اللي هي 15 غرام. غادي نخلط مزيان. صافي، راني حركت مزيان. دابا خلطت مزيان كاع العناصر والمكونات ديالنا، تخلطوا مع بعضياتهم. صافي، من بعد ما خلطتهم مزيان غادي نكبهم في الكوكوت اللي يكون فيها الماء طايب، 3 يترو ديال الماء. خصكم ضروري تستعملوا شي اناء كيهز 5 يترو كوكوت ولا شي طنجره كبيره ولا، باش تجيكم هي هذيك. صافي، نخلط مزيان كما راكم تشوفوا بحال هكا. غادي نسد عليها. صافي، هنا من بعد ما سديت عليها مزيان غادي نغطيوها بشي كوبيرتا ولا شي حاجه تكون غليظه، ونغطيوه بحال الرايب كما كنديروا للرايب. نغطيوه مزيان ونخليوه ليله كامله، نخليوه ليله كامله. لا غادي نزيد عليها عاد شي واحد الكوبيرتا، عندي درت عليها غير هاد الفوطه اللي عندي هنا في الكوزينه. غادي نزيد عليها واحد الكوبيرتا تكون هكا غليظه، ونخليه ليله كامله حتى الغدا مع الصبح عاد نحل عليه ونديروا له بحال الرايب كما كنغطيوه باش يدفى مزيان. وصافي، حتى الصبح عاد نحل عليه.
وصافي البنات هنايا خليته حتى للصباح. ها كيفاش جا الرايب ديالنا، كيجي ناجح البنات. كيجي فيه هاد الماء الفوق بحال الماء اللي كنلقاو في دانون، ملي كنحلو دانونا كنلقاو فيها الماء الفوق بحال هكا. ها هو داناب، هذا هو داناب اللي كنشريو في المغرب. شوف كيفاش كيجي، كيجي عاقد البنات. غادي نخلطو بحال هكا، نعمروه في القرايب ونديروه في الثلاجة. نجربوها البنات، كيجي زوين بزاف. المهم غادي نعمرو في القرايه ولا في الغرارف اللي عندكم، اي اناء عندكم. بقاو نعمرو هكا في القرايه. الا بغيتو ما يجيكمش جاري بزاف، يجي عاقد بحال الرايب، تقدروا تصفيوه بهذا الماء. من تحلو عليه تلقاو الماء طالع الفوق، تقدروا تصفيوه. راح ساهله البنات، المقادير اللي هي بسيطه، غير حليب غبره ودانون. وانتم حضرتوا داناب ديالكم داركم، تعرفوا واش دايرين فيه. وفي الاخير البنات هذا هو داناب ديالنا، بعد ما عمرناه في الغرارف كيجيب 5 يترو. كنتمنى البنات تجربوه، البنات تجربوه في ديوركم راكم تشوفوا. ما كيديش مقادير بزاف، المقادير اللي هي بسيطه اللي متواجده في كل بيت. نتمنى تجربوه، الا جربتوا راه غادي يعجبكم 100%، خصوصا اللي عندها اطفال صغار غادي يعجب لهم. كنتمنى البنات يعجبكم الفيديو وتشتركوا في القناه، لاول مره كتشوف القناه ديالي كنقولها مرحبا بك اختي. وبسلامه عليكم، ونتلاقى في فيديو اخر ان شاء الله، ومع السلامه.